اهلا بيكم، وكل عام وحضراتكم بخير. عيد الفطر المبارك طبعا مع عادتنا في البيت والترتيبات اللي تبناها الدوله للتعامل مع فيروس كورونا. معانا كحك العيد، وهنقعد بقى في مع البيت. اللي عنده حيوان اليف هيكون معاه، هيسليه شويه، هينزل يمشيه شويه. بنبتدي زي ما احنا بنتعايش مع فيروس كورونا، ازاي نسلي نفسنا، ازاي يكون في تهاني في العيد مع الحفاظ على الاجراءات، التباعد الاجتماعي، مش عايزين تجمعات، عايزين نعدي الأزمة دي إن شاء الله على خير. الأحوال اللي بيمر بيها العالم ده كله نحاول نلتزم بكل الإجراءات السلامة الخاصة بينا، مش عايزين أي تجمعات أرجوكم. مش يعني ربنا مدينا نعمة إحنا نعيد على بعض بالتليفونات، ومعلش نعدي العيد دوت لغاية ما تعدي الأزمة على خير، أزمة كورونا على خير، وإن شاء الله نتجمع تاني في ظروف أفضل إن شاء الله بعد ما تعدي كورونا، وإن شاء الله هتعدي ومصر هتعدي هذه الأزمة على خير ان شاء الله رب العالمين. طيب احنا عندنا النهارده حوارين زي ما بنعودكم في جيل المستقبل، بيكون معانا نموذج من النماذج الشبابيه. النهارده هيكون النموذج مختلف، هي بنت ومنشده دينيه. هنسمع بقى شويه تواشيح وتواشيح دينيه كده. احنا لسه في اجواء شهر رمضان واجواء العيد وكده، ان شاء الله هتكون حاجه لطيفه جدا مع عيد الفطر المبارك. الضيف اللقاء الاولاني زي ما قلت لكم اللي عنده حيوان اليف. هل الحيوانات الأليفة من الممكن أن تصاب أو تصيب الأفراد بكورونا؟ ده سؤال كان اتجدد مع بداية الأزمة، ومن حين لآخر بنسمع أخبار في وكالات أنباء عالمية. البعض يقول القطط قد تنقل أصيبت بفيروس كورونا، وده خبر أنا قريته عن وكالة أنباء موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، إن بعض في قطط أصيبت بفيروس كورونا. هنشوف الموضوع دوت صح ولا غلط. الكلاب، هنشوف كل الحيوانات الأليفة اللي انت ممكن تقتنيها في البيت من الممكن ان تحمل فيروس كورونا وتنقل العدوى الى البني ادمين ولا لا. ده اللي هنحاول نسأله عشان نبقى قاعدين مطمنين، يكون عيد فطر مبارك ان شاء الله رب العالمين. بعد الفاصل هنبدأ معاكم مجموعة من اخبارنا في جيل المستقبل، خليكم معنا. مرحب بكم مرة تانية. أول خبر معانا خاص بوزارة التعليم والبحث العلمي. الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أكد أنه تم التنسيق بين الجامعات المصرية المختلفة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مشير إلى أن مصر بناء على التصنيفات العالمية من ضمن أكثر 10 دول قدمت العديد من الأبحاث والدراسات لمحاولة إيجاد علاج للفيروس. كلنا عارفين ومتابعين التجربة المصرية في التعامل مع فيروس كورونا، وقد ايه وجهة منظمة الصحة العالمية والدول كيف ترى التعامل المصري. الحمد لله بدون مبالغة، مش احنا اللي بنقوله، ده اللي بتقوله منظمة الصحة العالمية والدول الاخرى، ان تعامل الحكومة المصرية ومصر مع فيروس كورونا مثال يحتذى به. ده مش كلامي، ده كلام منظمة الصحة العالمية وكلام المؤسسات الدولية. استطاعت الدولة ان هي تتعامل مع فيروس كورونا بالتوازن ما بين الحفاظ على صحة المواطنين وان عجلة الاقتصاد تكون مستمرة، وده شيء مهم. طيب الخبر الثاني، وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج اطلقت صفحة يوث اراوند ذا وورلد ايجيبشن لتصبح منصة جديدة للوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي واداة تواصل اخرى بتهدف لمخاطبة الشباب المصري بالخارج من الجيلين الثاني والثالث باللغة الإنجليزية، وبتسعى لربطهم وجدانيا بالوطن. وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج أكدت أن إطلاق الصفحة يأتي ضمن عملية التطوير المستمر لأدوات تواصل وزارة الهجرة مع مواطنيها بالخارج من كافة الفئات المختلفة، وأكدت الوزيرة على ضرورة مخاطبة شباب المصريين بالخارج من خلال تخصيص منصة جديدة لهم تعمل على إبراز الصورة الجميلة والحقيقية لمصر. طيب خبر تاني خاص بجامعة القاهرة اللي بتنظم برعاية رئيسها الدكتور محمد عثمان الخشت، بتنظم مسابقات أونلاين للطلاب في المجالات الفنية والثقافية المختلفة بجوائز مالية قيمة للفائزين بالمراكز الثلاث الأول في مجال من مجالات المسابقة بهدف تحفيز الطلاب وصقل مواهبهم الإبداعية ودعم روح التنافس بينهم. وقال الخشت إن مسابقات النشاط الفني بتشمل مجالات الغناء الفردي، العزف الفردي، الفن التشكيلي اللي بيتضمن تصميم ملصق إعلاني للتوعية بفيروس كورونا، أو تصميم كاريكاتير يعبر عما تمر به البلاد لمواجهة الفيروس.
ده شيء مهم جدا، ازاي مؤسسات الدوله بتتعامل مع تبعات فيروس كورونا. يعني النهارده اهو بنفرغ طاقتنا وبنحاول نحفز الشباب نملى وقتهم بشيء مفيد من خلال هذه المسابقات. هنروح لخبر تاني، مؤسسة روس مصر للتنمية برئاسة المهندس هاني محمود مستشار رئيس الوزراء أطلقت مبادرة مصر هتعدي لدعم جهود الدولة والمجتمع في مواجهة فيروس كورونا. المبادرة بتهدف إلى تشجيع المصريين على النجاح في تخطي أزمة كورونا، من أهمها توفير فرص عمل للمتضررين بالإضافة لتشجيع العمل من المنازل ومحاور أخرى هنتعرف عليها من خلال هذه المداخلة الهاتفية مع المهندس هاني محمود مستشار رئيس الوزراء. صباح الخير، اهلا بحضرتك يا باشمهندس. اهلا بيكم، صباح الخير. كل عام وحضرتك بخير وانت بصحة السلامة يا فندم، اهلا بيكم. طيب، يعني بالتاكيد مش جديد ومش غريب ان المؤسسات المجتمع المدني يكون لها دور مع بجانب الدولة للتعامل مع اي طارئ يطرأ على الدولة المصرية، والمتغير الاخير خاص بمتغير على العالم اجمع وهو فيروس كورونا. خلينا نتكلم بتفاصيل اكتر على المبادره يا دكتور هاني. الحقيقه المبادره هي مبادره لتشغيل الشباب اللي فقدوا وظائفهم بسبب الفيروس كورونا. الوظائف اللي احنا يعني وفرناها عن طريق البارتنرز بتوعنا او الشركات اللي اتفقنا معاها كانت كلها اونلاين، يعني كلها ما تحتاجش ان حد ينزل يروح الشركه. الحقيقه لحد دلوقتي اتقدم لنا حوالي 25,000 شاب بندرس الحالات بتاعتهم واللي بتطبق عليه الشروط بنرشحه للشركات. لحد دلوقتي الحمد لله احنا مشغلين حوالي 2000 شاب. الحمد لله. ويعني نتمنى ان شاء الله ان العدد يزيد في الفتره اللي جايه. الحاجه الكويسه كمان ان احنا قلنا ان اللي هيدخل يسجل نفسه على البورتال بتاعنا في هذا الموضوع، حتى لو ما خدش الشغل هنديله تريننج، يعني هياخد اونلاين تريننج لرفع المهارات الشخصيه بتاعته. حطينا مجموعه من الاونلاين تريننج، كل شاب داخل من حقه ان ياخد كورس منهم مجانا من على البورتال بتاعنا. اللي عايز ياخد حاجه خاصه بالسيلز، عايز ياخد حاجه خاصه بالمانجمنت، اللي عايز ياخد المجموعه من الكورسات بالتعاون مع الجامعه الامريكيه وحطيناها للشباب. بعد ما بنراجع الحاله بتاعته وبنقبلها بيبقى عنده الحرية انه يختار تدريب معين يساعده في رفع الكفاءة بتاعته، وعشان ان شاء الله يجد. والله مبادرة ممتازة، وكنت نفسي ان هي يبقى في تسليط ضوء اكتر عليها في الاستوديو هنا، بس ان شاء الله ده يعني نعمله في حلقة من الحلقات اللي جاية ان شاء الله. استاذ هاني، بس يا فندم يعني سريعا كده، هل انا عايز بس نوضح ازاي انا اشارك في المبادره ديت، ولا اتمنى لو في وقت حضرتك تمدي وقت كمان المشاركه من الشباب، ان شاء الله حد بيسمعنا دلوقتي يقدر يشارك في المبادره ديت، ازاي اقدر اشارك في المبادره ديت، وهل في تخصصات معينه او سن معين انا اشارك فيه؟ هل مخصصه مثلا للي هو اللي خلص الجامعه ولا لا؟ هو احنا عاملين شروط معينه، وهم يكون جامعي، وانه يكون فقد الوظيفه بتاعته بسبب فيروس كورونا او الفتره الاخرانيه دي، وانه يكون عنده مبادئ الكمبيوتر، يقدر يشتغل على الكمبيوتر لانها كلها وظائف اونلاين. فخلينا بس يكون عنده يستطيع العمل عن طريق الكمبيوتر. دي الشروط. والحقيقه عندنا عدد كبير متواجد، احنا عندنا 46 شركه مشاركه معانا في المبادره بتوفر بعض الوظائف، ونتمنى ان شاء الله ان احنا نقدر نوصل. احنا هدفنا 10,000، ان احنا نشغل 10,000 شاب، وربنا يقدرنا ونقدر نعمل ده ان شاء الله. مجهود مشكورين عليه جدا يا باشمهندس هاني. شكرا. وان شاء الله يعني حضرتك توعدنا ان شاء الله يكون لينا وقفه مع المبادره ديت، ان انا نفسي اكتر من الشباب يستفيد من هذه المبادره، وكمان الفرصه كمان ان هو لو ما اتقبلش في وظيفه عمل عنده فرصه ان هو يطور من مهاراته. المهندس هاني بالظبط يا فندم، المهندس هاني محمود مستشار سيد رئيس مجلس الوزراء، اشكرك جزيل الشكر يا فندم. طيب، فاصل قصير وبعده ان شاء الله هنبدا معاكم السؤال اللي بيطرح نفسه، هل الحيوانات الاليفه لها علاقه بالكورونا، بتعدي ولا ما بتعديش؟ ده اللي هنطرحه بعد الفاصل، خليكم معانا. هخش على حوارنا على طول، وارحب بضيفي في الاستوديو الدكتور احمد الجندي اخصائي امراض الحيوانات الاليفه. اهلا بحضرتك يا دكتور، وكل عام وحضرتك بخير. اهلا وسهلا، كل سنه وحضرتك طيب، والشاده الاستاذ المشاهدين بخير.
سؤال مباشر وصريح. احنا شويه يقول لك الحيوانات الاليفه ما لهاش علاقه، شويه يقول لك الحيوانات الاليفه علاقه، شويه يجي خبر من امريكا ولا من دول اوروبيه ان القطط اتعدت، في قطط اتعدت بكورونا. تمام، الموضوع ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا ناخد الموضوع نقسمه لثلاث محاور. طيب ممتاز. نقل العدوى من الانسان للحيوان، ونقل العدوى من الحيوان للانسان، ونقل العدوى من الحيوان للحيوان. اول حاجه نقل العدوى من الانسان للحيوان. انسان للحيوان، مفيش لحد دلوقتي دراسه مؤكده بتفيد ان الانسان نقل العدوى للحيوان. وكذلك برضو نقل العدوى من الحيوان للانسان برضو الى الان مفيش دراسه مؤكده بتفيد ذلك. يعني الانسان للحيوان مفيش، ومن الحيوان للانسان العكس برضو مفيش. كوفيد 19 لغايه دلوقتي ما اتنقلش من انسان لحيوان او من حيوان لانسان كدراسه مؤكده. كل ما قيل في بدايه الموضوع دي هنتكلم على مستوى ابحاث علميه ومواضيع على مستوى ابحاث علميه. كل ما قيل في بدايه انتشار فيروس كورونا او كوفيد 19 ان كان سببه الخفافيش او الحيوانات، دي كلها تكهنات لسه ما حدش يقدر يجزم بيها. يعني حتى دي ما اتحسمتش، لسه ما اتحسمتش. لان كانت بدايه العدوى طبعا ان في ثلاث افراد في الصين في مدينه ووهان اشتكوا من ارتفاع الحراره واعراض الكوفيد 19، ولكن وجد في حاجه مشتركه ما بينهم ان هم الثلاثه كانوا متواجدين في سوق للحيوانات في مدينه ووهان. دي الحاجه المشتركه الوحيده اللي كانت ما بينهم هم الثلاثه. ولكن هل نجزم ان الخفاش او الحيوان هو اللي نقل ليهم العدوى دي؟ محدش لسه يقدر يتكهن. مرجعيتنا ايه في الموضوع ده يا دكتور؟ يعني المرجعيه العلميه اللي نستند اليها في حسم هذه الامور ايه؟ طبعا الابحاث العلميه ولا منظمه الصحه العالميه بس؟ لا طبعا، هو لازم منظمه الصحه العالميه بتستقي اخبارها من الابحاث العلميه. طبعا لازم بتبقى في ابحاث علميه منشوره في المجلات العلميه الدوليه، ومنظمه الصحه العالميه طبعا على راس الموضوع. طيب حضرتك لو تتذكر كان نرجع ورا كده مش عارف تقريبا شهر او اكتر، كان في على وسائل التواصل الاجتماعي كان في هوجه كده، حاله من القلق لدى البعض مش كتير، ان في ناس تخلصت من الكلاب بتاعتها. بالظبط. كان في كلاب غاليه جدا وراحوا ودوها اماكن احنا مش عايزينها، فناس تخلصت منها مش عايزينهم في الشارع، بس كان عندهم حاله من الهلع ان ممكن يتنقل الكوفيد 19 دوت من طريق الحيوانات. حضرتك فكرنا كده بالحمله ديت طبعا، هو وتم التعامل معاها ازاي حضرتك؟ هو طبعا كانت مأساة. طبعا ده كويس جدا ان في حد اصلا خد الحيوان بتاعه وداه لمكان ايواء. في ناس اصلا رمت حيواناتها في الشوارع من قطط وكلاب وخلافه. في طبعا اماكن ايواء كتير، وفي جمعيات تبني كتير استضافت الحيوانات دي وقدمت ليها الرعاية الطبية والرعاية الغذائية. ولكن احنا خلينا نقول الهلع. انت كنت شايف الموضوع زي هل حضرتك فعلا لمست الموضوع بعينيك ولا كنت تتابعه بس على السوشيال ميديا؟ لا لا لمسته بعينيا وكانت مأساة. يعني كان في حد بيجي لك بيتكلم مع سيادتك؟ بالظبط بالظبط، كان في هلع، كان في حالة هلع انه بيتخلص من الحيوان بتاعه بأي طريقة. في ناس موتت حيواناتها، موتتها. خلينا نقول ان الموضوع يعني الموضوع مش مقلق ومش مخيف. في دراسة حديثة اتنشرت في مجلة نيو انجلاند للطب. الدراسة الحديثة دي بقى هو بالظبط. مجلة نيو انجلاند للطب بتفيد ان القطط معرضة للإصابة بكوفيد 19 وبتنقل العدوى للقطط، يعني بتنتشر ما بينها، ولكن ما فيش إصابة من قطة لإنسان. الإصابة ما بين القطة والقطة. طيب تمام. هل مثل طب حضرتك كمل حضرتك كمل. خلينا بقى نتكلم على الكلاب. الكلاب اقل عرضه للاصابه بالكوفيد 19 عن القطط، اقل عرضه. طب الدراسه او البحث دوت، يعني احنا دلوقتي بنقول في احتماليه، من الذي يحسم هذا الامر؟ يعني في دراسه طلعت من مؤسسه بحثيه، هل هي سمعه المؤسسه هي اللي بتحسم هذا الامر، ولا لازم يعني ياخد ختم منظمه الصحه العالميه عشان نحسم الامور ديت؟ لا طبعا لازم ياخد خطوه منظمه الصحه العالميه. طب طبعا الدراسه ديت يعني هل المؤسسه اللي حضرتك بتتكلم عليها دي مؤسسه ليها سمعه طيبه ليها ابحاث قبل كده؟ اللي ناشر البحث ده جامعه طوكيو اليابانيه. والمجله مجله نيو انجلاند للطب، مجله مشهوره جدا ومجله دوليه محترمه جدا في المجال الطبي. دي كلها دراسات وارد يكون في الاخر هناخد منها جزء ونسيب منها جزء، وارد في الاخر الكلام كله يبقى مظبوط والدنيا تمشي كويس. فدي كلها لسه دراسات، دي كلها دراسات. انما في الاخر الحقيقه ايه او اللي هنوصل له في الاخر ايه؟
لسه شويه. طيب ايه البوادر بقى اللي تخليني نقول القطه ديت عندها الاصابه ديت؟ لا والله هو اصابه الحيوانات الاليفه حضرتك حددت لنا دلوقتي القطط. بالظبط. القطط والكلاب يعني خلينا بس الناس الكلاب اقل عرضه. اقل عرضه الناس بتقتني الكلاب والقطط. لا مفيش اعراض بتظهر. تمام. بيبقى حامل للمرض بدون اي اعراض تظهر عليه. ولكن انا خايف ليه؟ انا مفيش عندي دراسه بتفيد ان المرض ما بيتنقلش للانسان من القط، فبالتالي انا كل اللي بعمله مع القط ان انا بعامله زيه زي اي انسان عايش معايا في البيت. احنا دلوقتي بنطالب بتباعد اجتماعي وبنطالب بحذر وبحرص في المعامله. صعب يا دكتور يعني الكلام ده كله. لو عندي قطه او كلب في البيت هو برضه هو ده يعني مش ما لا يملك العقل يعني. هعمله ازاي تباعد اجتماعي؟ هلبسه كمامه يعني؟ لا خالص مش كده. طيب. بكون حذر. انا بكون حذر في التعامل معاه من ناحيه تقديم الاكل والشرب ليه، من ناحيه تنظيف فضلاته. بحاول ان انا اغسل ايدي باستمرار بعد التعامل معاه، بطهر ايدي، بطهر المكان اللي هو عايش فيه. بحاول باستمرار ان انا ايوه طهره بايه؟ هو لو اصل كان في كلام لو عملناه بكحول هو ده ممكن يديله تهيج في الجلد بتاعه. لا احنا طبعا جسم الحيوان ما بترشش بكحول. اللي بترش بالكحول اطرافه الاربع رجول هم اللي بترشوا بالكحول، والمكان اللي هو عايش فيه بنحاول نطهره زي ما بنطهر في بيوتنا كل حاجه بالكلور. ما ياثرش عليه دوت؟ لا ما ياثرش عليه. الكحول على الاربع اطراف ما فيهوش اي مشكله خالص. انا حاسس احنا قلقنا الناس شويه كده فعايزين نهدي الأمور. لا خالص الموضوع مش هل حضرتك اتعرض عليك يعني حاله قبل كده او حاله حيوان حضرتك شفت كان باين عليها الملامح بتاعت الاعراض او كده؟ لا خالص. ما انا زي ما بقول لحضرتك الحيوانات القطط والحيوانات اللي ما بيظهرش عليها العصافير. لا العصافير او الطيور او الدواجن بشكل عام دي لها انفلونزا ثانيه لا وتكاد تكون اصلا لا تتعرض لكوفيد 19 خالص. ما بتحملوش. أيوة. طيب حضرتك شايف لو انا عندي قطه دلوقتي في البيت هل في خلينا نتكلم بلاش كوفيد 19 بقى اعراض برد بقى. عندها اعراض برد عاديه وده ممكن يتنقل من البني ادم ولا يعني اعراض البرد العاديه ممكن تنقلها القطه للبني ادم؟ ده وارد ده خلاص. اعراض البرد العاديه دي الاعراض العاديه سواء سببها فيروس او بكتيريا دي خلاص ده اوكي. لو هو مرض مشترك ما بين الاثنين او فيروس مشترك خلاص بيتنقل. ولكن الكوفيد 19 تحديدا الى الان مفيش اي اصابه مشتركه ما بين الانسان والحيوان. طب ايه اعراض البرد اللي بتبان على القطه او الحيوان برد؟ يعطس مثلا والكلام ده؟ الكحه، العطس، ارتفاع درجات الحراره، الافرازات من الانف، الدموع او افرازات العين، فقدان الشهيه، الكسل او ان هو يميل انه يقعد في مكان وما يتحركش، قله النشاط. حضرتك تنصح بايه بقى؟ طبعا التوجه لاقرب طبيب بيطري نعرض عليه الحاله. وانا متوجه للطبيب البيطري باخد برضو الاجراءات الاحترازيه بتاعتي. بحاول ان انا امنع احتكاك الحيوان سواء في الشارع او في العياده بالحيوانات الاخرى او بالاسطح. بحاول اني بروح اون تايم يعني ان انا بروح في الوقت اللي هكشف فيه بالظبط وما اقعدش كتير في العياده عند الدكتور تجنبا لنشر الامراض وان انا اخد عدوى من حد تاني. باخد المشوره الطبيه من الطبيب. باخد العلاج اللازم. تمام مع حضرتك. ادويه رفع المناعه الكلام ده كله وان شاء الله الدنيا بتتظبط يعني. طيب نصيحه كده سريعه كده عشان بس نطمن الناس عشان بس انا حسيت ان احنا يعني عملنا شويه قلق كده مع البحث اللي طلع دوت. هل حضرتك شايف ايه اللي ممكن حضرتك تنصح بيه الناس سريعا كده في الفتره احنا موجودين فيها دلوقتي؟ خلينا نتكلم ان احنا هنعامل القط زي ما قلت لحضرتك كده ده زيه زي اي انسان عايش في البيت. بياخد اجراءاته الاحترازيه وانا باخد اجراءاتي الاحترازيه. لو عندي امكانيه ان هو يبقى بره البيت افضل اللي هو مثلا لو في حد بحدد لو انا بحدد له مكان منفصل عن البيت او مستقل كبيت صغير له ده يبقى حاجه كويسه جدا. مش في امكاني خلاص انا بحدد له برده مكان في الغرفه اللي هو عايش فيها. بحاول ان انا اطهر المكان اللي هو قاعد فيه او فرشته او الادوات اللي هو بياكل فيها او الاواني. بغسل ايدي بالميه والصابون والكحول بعد التعامل معاه. تمام. بحاول انه ما يجيش ينام جنبي ما يجيش يحتك بيا. ده اللي انا عايز اقوله بقى. ده اللي انا اقوله. ما يجيش يحتك بيا، ما يجيش يحك فيا، يلحسني، الكلام ده كله. تمام ده مهم جدا يعني مش لازم نلزق في وش بعض. بالظبط. تمام. الدكتور احمد الجندي اخصائي امراض الحيوانات الاليفه كل عام وحضرتك بخير وشرفتنا يا دكتور. كل سنه وحضرتك طيب والساده المشاهدين بخير يا رب. شكرا جدا. طيب لازم نبقى نعي جيدا ان ده روح
ودي روح، وان الابحاث هذه حتى هذه اللحظه لم تحسم الامور فيما يتعلق بانتقال كوفيد 19 كورونا المستجد الى الحيوانات، قطط، كلاب، اي حيوانات ممكن تتخيلها. ومفيش ابحاث قالت ان هو بيتنقل من الحيوان للانسان. مش عايزين الناس اللي عندها حيوانات يبقى عندها حاله من الهلع. دي كلها اجراءات وقائيه بنتعايش معها، خلاص احنا متعايشين حتى هذه اللحظه مع كورونا، الى ان يرفع الله هذا البلاء عن العالم اجمع، وان شاء الله يكون في لقاح لفيروس كورونا، حتى العدم، حتى عدم وجود لقاح لكورونا احنا مضطرين احنا نتعايش معه، مضطرين ان احنا برضو نتعايش باجراءاتنا الاحترازيه، سواء مع البني ادمين بينهم بعض او مع البني ادمين واللي عنده اي حيوانات اليفه في البيت. بعد الفاصل وهنتابع بس معاكم هالتقرير دوت، هيكون معانا المنشده الدينيا. العدد من الشباب حقيقي دشنوا مبادره لتوفير مستلزمات الوقايه من الكمامات والمطهرات بسعر التكلفه للحد من انتشار فيروس كورونا. مجهود كبير بتقوم بالاحزاب، بعض الاحزاب طبعا بيقوم بمنظمات المجتمع المدني، بيقوم بالشباب لدعم المجتمع، وان احنا يكون في تلاحم بيننا وبين المجتمع، وايدينا ان شاء الله في ايد بعض ان شاء الله حتى نعبر هذه الازمه. خلينا نتابع هذا التقرير وبعده ان شاء الله هيكون معانا حوارنا، وهتشرفني هنا في الاستوديو المنشده الدينيه. خليكم معايا. لم يكن يدرك هذا الشاب الثلاثيني ان جهوده ستسخر لخدمه العمل المجتمعي والتطوعي، فمنذ قدوم جائحه كورونا دشن احمد مصري مبادره لتوفير وسائل الحمايه والوقايه لاهل منطقته والمناطق المجاوره من كمامات وكحول إيثيلي تركيز 70% بالأسعار الرسمية التي أقرتها الحكومة مؤخرا. المبادرة تقريبا كانت بدايتها كانت من أسبوعين أو ثلاث أسابيع بعد النقص اللي حصل في الكمامات وارتفاع أسعارها، كانت بتوصل تقريبا الكمامة 5-6 جنيه، بعد قرار رئيس الوزراء امتنعوا عن توفيرها في الصيدليات. دلوقتي بقوا يحطوا يلزقوا ورق إن ما فيش كمامات متوفرة طبعا عشان يبيعوا باسعار عاليه، فبتتباع بطرق كده من الباطن بسعر تاني خالص. يعني احنا موفرينها بنفس الاسعار اللي اقرها رئيس الوزراء اللي هي 100 جنيه العلبه، سعر الكمامه 2 جنيه. بنزل طبعا بوست على الفيسبوك تقريبا قبلها باربع ايام، بنبدا نعرف الناس، بيبداوا يسالوا ويحجزوا، بنعرفهم ميعاد اليوم والساعه. بتفيد الكل، يعني بتفيدني وبتفيد الناس وبتفيد اهل المقطم بصفه خاصه واهل الهضبه الوسطى بصفه خاصه بردك، ويا رب كلنا نعمل كده. يعني احنا بنحاول نفكر بره الصندوق مش جوه الصندوق. طول ما بنفكر بره الصندوق هتنجز وتعمل تطور وتعمل حاجات تفيد المجتمع. خالد نبيل مواطن وجد ضالته في تلك المبادره، خاصه مع قيام بعض التجار والصيدليات برفع اسعار تلك المستلزمات وعدم توفرها في اوقات اخرى. عرفت الموضوع عن طريق السوشيال ميديا، عن طريق الفيسبوك. كان منزل مبادرة عن بيع كمامات بسعر السعر الرسمي بتاعها، فالحمد لله. ودي يمكن رابع مرة المبادرة، يعني الرابع مرة لها، وده يعني لرفع الغلاء عن الناس. يعني كان في صعوبة جدا ان انا الاقي، لان انا بنتي كمان بيبقى في عندها دروس، بس طبعا صعب جدا ان هي تحضر من غير اي ماسك او اي حاجه زي كده، بس كويسه يعني فعلا فعلا مبادره جميله جدا، يعني ان هم يعملوا كده للشعب ويسهلوا على الشعب ان هم يلاقوا الحاجات ديت. بلاقي نظام في التوزيع زي ما حضرتك شايف اهوت، ان في طابور للسيدات وطابور للرجاله وفي نظام. وتسعى الدولة من خلال اجهزتها الرقابيه للتفتيش على الصيدليات واماكن بيع مستلزمات الوقايه للتاكد من الالتزام بالاسعار المعلنه ومطابقتها للمواصفات المعتمدة من وزارة الصحة. مع اتجاه العالم لتخفيف الإجراءات الاحترازية والتأكيد الحكومي على ضرورة استمرار العمل بالتوازي مع الإجراءات الاحترازية، تبرز أهمية وسائل الوقاية للحفاظ على الصحة العامة. من منطقة المقطم بالقاهرة، أشرف مبارك، النيل. برحب بكم مره ثانيه. هخوض دلوقتي لرحله روحانيه وصوت وحنجره ذهبيه مصريه في عالم الانشاد والابتهالات. طبعا احنا زي ما احنا عارفين يمكن مصر من الدول اللي لها باع كبير في هذا المجال وهذا الفن اللي مرتبط بحب الرسول عليه الصلاه والسلام والابتهالات الدينيه والتواشيح.
دايما يمكن الواحد مرتبطة دايما في ذهن الواحد التواشيح في المناسبات الدينية قبل صلاة الفجر. كنا في رمضان طبعا على طول بنسمع التواشيح وكلنا قبل الأذان كده قبل أذان الفجر كنا مركزين مع التواشيح الدينية عشان الواحد ما يلحق يشرب مية ولا حاجة قبل أذان الفجر. هاخدكم دلوقتي في عيد الفطر المبارك ورحلة مع الأستاذة والمنشدة والمبتهلة الدينية أمينة محمد السيد عبد الرحمن الشهيرة بآمنة الزينبية. أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. كل حضرتك وكل عام وحضرتك بخير. وحضرتك بألف خير. ليه آمنة بقى الزينبية؟ آمنة طبعا حبا في اسم أم حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والزينبية لأن كانت بدايتي وبدأت مسيرتي من حضرة ستنا السيدة زينب. الله، طب خلينا نتكلم على البداية كانت إزاي بقى؟ البداية أنا كنت أنا محبة جدا جدا لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين بدات ان انا حسيت ان انا بدندن مع نفسي بقول بنشد في البيت يعني مع نفسي. وبعدين بدات ان انا عايز اعرف راي الجمهور فيا. طب هعرف ازاي راي الجمهور؟ بدات انا بتردد على مكان بحبه جدا وهو مقام حضرة ستنا السيدة زينب. فبدات اول ما قررت ان انا ابدا بدات ان انا اروح واقف قدام مقام حضرة ستنا وانشد حاجه لحضرة ستنا واشوف تفاعل الناس معايا. لقيت يعني حاجه جميله وبيطلبوا مني ويقول لي لا احنا عايزين حاجه اجمل واكثر طلب مني انا اشيد معينه. بدأت من هنا بدايتي وخرجت من ساعتها يعني اللي هو أنا لازم أنا أكمل عشان أنا لقيت فيه حب وناس كتير حابة إني أسمع بس مش لاقية ده. فبدأت لا أنا لازم أنا أعمل ده ولازم أنا أكمل مسيرتي. كريمة يا ست. طب فاكرة إيه اللي اتهالي أنت وقلتيه؟ فاكرة جدا. أنا دايما بقوله في أول لقاء لي بيكون يعني اللي هو إيه من يتبارك بي. فضل طيب. ست يا ست يا ست الله الله محبوبتي ومعشوقتي الله الله ماما السيدة زينب قرة أهل بيتي الله الله يا ليتني كنت حمامة الله الله واطر ورفرف على المامة الله الله واوصل الروضة بسلامة والروضة دي بيدك انتي الله الله ستي يا ستي يا ستي الله الله محبوبتي ومعشوقتي الله الله ما شاء الله ماما السيدة زينب قرة أهل البيت الله 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 يا الله يا آمنة الله ما شاء الله. احنا واضح ان احنا هنتكلم قليل ونسمع كتير يعني في الحلقة يا ريت. تمام. طب انا هاخد بس سؤال معاكي كده سريعا، انت حضرتك بقى خريجه ايه؟ عرفيني بنفسك اكتر شويه. انا معايا ليسانس شريعه اسلاميه جامعه الازهر. الحمد لله. تمام. الحمد لله. ايه تاني؟ متخرجه خلاص؟ خرجت شغاله؟ لا الحمد لله انا متخرجه، لا مش 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 شغاله يعني في المجال. انا مجالي يعني ان انا حابه اكمل في المسيره بتاعه الانشاد الديني يعني. طب انت طيب خلينا نشوف، انا ليا مقطع ليكي كده خلينا نتابعه. احنا قلنا هنسمع اكتر ما نتكلم، فخلينا نسمع المقطع ده ونرجع ندردش شويه كمان تاني. تمام. يا رب انا نفسي اشوف سيدنا النبي. يا نبي نفسي اشوف نظره عينيه ليا وانا واقفه لديه وبمدحه وبصلي وبسلم عليه. يا رب انا نفسي اشوف سيدنا النبي. انا
طيب انا احنا شايفين شغل عالي بقى، ابتدينا كليبات وتسجيل والكلام دوت. وليه بقى انت ابتديتي من عند ستينا زينب؟ تمام. وليه بعد كده المسار بتاعك في الانشاد؟ كلميني عن التطور المسار وانت واقفه فين في عين النقطه دلوقتي. انا اولا الحمد لله يعني هي الانشوده دي انشوده استاذ مصطفى عاطف، بس انا حاولت ان انا احط فيها بعض اغير فيها بعض الكلمات، لان انا ازهريه فلقيت ان في بعض الكلمات فيها لا تجوز شرعا ان انا اقولها، فكان من ضمنها ان انا اقول كان بيقول نفسي يا رب بدا في مره بامر منه للصلاه، فدي ما كانش ينفع. هو ده مش هنخش في الموضوع ده وقت عشان ايه يعني. انا ده مش موضوعنا. يعني عشان لازم يبقى الطرف الثاني موجود ويبقى يقدر يتكلم عن وجهه نظره والكلام ده. فخليني اتكلم عن بداياتك. انت النهارده ابتديتي هنا، ابتديتي تعملي حفلات مثلا طبعا قبل فيروس كورونا والكلام دوت ولا ما؟ هو حاليا احنا متوقفين عن اي حفلات. لا انا بتكلم قبل كده. قبل كده لا، انا بنزل بيجي لي حفلات بستدعى فيها، يعني حفلات في مولد حضره سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حضره ستنا، في كذا حاجه. انا دلوقتي نميت موهبتي ده. لا يعني ما عملتيش مثلا على مسارح؟ ما عملتيش لسه، ما كان جالي حاجه على ساقيه الصور، بس طبعا ما فيش دلوقتي. مع الوقت دلوقتي كل حاجه اتلغت. في بجانب ده كمان دلوقتي حبيت ان انا اصقل الموهبه دي بعد ما اكتشفتها، فبدات ان انا درست على ايد استاذ محمد ياسين مرعش للسوري واستاذ اسلام منير، وبعد كده نميت ده وصقلته اكتر، فدرست في مدرسه الانشاد الديني مع الشيخ محمود التهامي. تمام. حاليا طبعًا. بس طبعًا. لسه ما اتخرجناش من الدفعه عشان كورونا برضه. التهاميه تمام. طيب مين المبتهل او المنشد اللي دايما يعني تسمعيه كده قريب لقلبك يعني؟ يعني انا احب النقشبندي، يعني كتير زي المصريين مرتبطين دايما بالنقشبندي. انا دايما بحب دايما الحاجه اللي بتميل اليها قلبي او الانشوده اللي بحبها جدا. فبحب جدا اسمع للشيخ محمد الكحلاوي. الشيخ محمد الكحلاوي يعني بحس ان انا يعني روحي بتروح له. في حاجه حاضره في ذهنك للشيخ الكحلاوي دلوقتي؟ في حاجه حاضره ان شاء الله. طيب ممكن نسمعها. والنبي غالي، النبي غالي، النبي غالي، النبي غالي، وبلاده بعيد دايما في بالي، وشوق بيزيد. النبي غالي، النبي غالي، النبي غالي، حبيبي يا رسول الله، حجيلك ماشي على قدمي، على قدمي، وزورك يا حبيب الله، وخلص بالدموع ندمي، بالدموع ندمي، ولا مالي الله الله الله، ولا عيالي الله الله الله، ولا مالي الله الله الله، ولا عيالي الله الله الله، ما فيش غيرك على ده. النبي غالي، النبي غالي، النبي غالي، النبي غالي، وبلاده بعيد دايما في بالي، وشو بيزيد. النبي غالي، النبي غالي، النبي غالي. طب بقولك، مش عاملة بقى يعني ابتهال كده خاص بالمناسبات للعيد مثلا؟ للعيد، ما انا يا ليلة العيد دي المحببة لكل القلوب. طب يا ريت نسمعها. يا ليلة العيد انستينا وجددت الامل فينا، يا ليلة العيد، يا ليلة العيد انستينا وجددت الامل، ليلة ليلة العيد هلالك هلل عنينا، فرحنا له وغنينا، هلالك هلل عنينا، فرحنا له وغنينا، وقلنا السعد هيجينا على قدومك يا ليلة
العيد يا ليله العيد انستينا وجددت الامل فينا ليله العيد. الله يا امنه. الله ما شاء الله يا امنه. لا لا ده احنا سعيد جدا بيك يا امنه بجد والله. طب انا عايزه انت ماذا يعني الانشاد الديني لامنه الزينبيه بقى؟ أنا يعني ليها كل شيء في حياتي، هو روحي، هو بحس فيه نفسي، بشوف فيه يعني كل حاجة في حياتي، بحس إن أنا مصاحبة لحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء في حياتي، في ذكري، بلساني، بقلبي، بروحي، بكل حاجة، يعني ليها كل شيء في الدنيا حبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. شايف الإنسان الديني في مصر إزاي؟ شايفاه إزاي؟ شايفاه هو في حاجات، بعض الحاجات اللي تنقصه يعني اللي أنا شايفاها، اللي هو محتاج يكون في دعم من الدولة ليه، محتاج يكون في حاجة معتمدة، حاجة رسمية زي ما بنقول، زي نقابة الإنشاد الديني. هي مش قانون بس ما زالت لسه متوقفة، ان هي لسه ما خدتش الاعتماد من مجلس الشعب، فإلى الآن هي متوقفة، فكلها ماشية عبارة عن ايه، بجهود ذاتية فقط. فعايزين يكون الانشاد له صوته طول السنه، يوصل لكل البيوت طول السنه، مش شرط يكون في المناسبه بس الموهبه بتفرض نفسها يا امنه يعني، بس بيكون بنحس ان بتظهر، بس الانشاد الديني بيوصل عندنا يعني صوته هي لا بس يعني في عندنا زي اذاعه القران الكريم، اللي الثلاثه احنا بنسمعها دايما بينها التلفزيون المصري او التلفزيونات الاخرى، في للمنشدين والمبتهلين، فالموهبه هي بتفرض نفسها في الاخر، هي بتفرض نفسها فعلا. بس فعلا مش بتظهر الا في وقت يعني في وقت المناسبات الدينيه، فاحنا حابين يكون احنا عندنا طول السنه مناسبات، دي مصر كلها السنه كلها مناسبات دينيه، والسنه كلها كنا بنروح تلاقي الناس جايين من كل حتت من المحافظات عشان المولد النبوي. موالد اهل البيت. تمام. طيب هنختم حاجه بقى، انت اخترنا انت حاجه نختم بيها كده في اقل من دقيقه، يا ريت او دقيقه مثلا. طيب نقول الله 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 على نور رسول الله، الله 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 على نور رسول الله، طه اللي في المعنى حب مجمع، الله الله على نور رسول الله. حسن الختام، مسك الختام. أمنة الزينبية أنا شرفت بيكي، كل عام وحضرتك بخير ودايما كده تكوني متألقة في سماء الإنشاد الديني. مصر ليها باع طويل ومنشدين بتوعنا منشدين جامدين جدا وعارفين على مستوى العالم كله. كل عام وأنت بخير يا أمنة. وحضرتك بألف خير. بس حضرتك كل سنة طيبين، وإن شاء الله تكون حلقة خفيفة وحلقة تتناسب مع أجواء عيد الفطر المبارك. كل عام وانتم بخير، وإن شاء الله يتجدد معكم الأسبوع القادم حلقة جديدة من جيل المستقبل. نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.